أهلا وسهلا بكم أصدقائي المتابعين في كل مكان. جولتنا لهذا اليوم في غابات أورمانيا. تقع غابات أورمانيا في مدينة أزمت التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة إسطنبول. تمتاز هذه الغابات بكثرة الأشجار وبطولها البارع جدا. تمتاز هذه الغابة بكثرة الأشجار وبطولها البارع كما تحتوي أيضا على بعض الشلالات الصغيرة وحديقة للحيوانات صغيرة، وهناك أيضا بيوت للأقزام موجودة في هذه الغابة. هذا هو مدخل الغابة. نتمنى لكم رحلة سعيدة. تم تصوير هذا الفيديو بتاريخ 24 أيلول 2022. درجة الحرارة لهذا اليوم العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية. سعر الصرف كل 100 دولار أمريكي يساوي 1835 ليرة تركية. كل 10 ليرة تركية تساوي 800 دينار عراقي تقريبا. نتمنى من الأخوة والأخوات اللي يشاهدون الفيديو أن يدعمونا باشتراك ولايك وتعليق، ونكون ممنونين منهم.
قوي يا هذه هي بيوت الأقزام. خدي جاكيتك شيماء، الشنطة يا حلوين نسيناها الحمد لله. هنا مدخل حديقة الحيوانات. بالتصوير ما ركزت على الحيوانات لأن أغلبها موجودة في كل مكان وشايفيها.
إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو، نلتقيكم بفيديو جديد بإذن الله. إلى اللقاء.